يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق إن شاء الله هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 5 أيام كان منحها طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر، عشان بقى الفريق يبدأ يستعد للمباراة القادمة واللي هتكون طبعا أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الافريقي او دوري السوبر الافريقي. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره القدم. مباراه ان شاء الله هتكون يوم 20 اكتوبر، مباراه الذهاب هتكون في تنزانيا ومباراه العوده هتكون يوم 24 هنا في القاهره. كل التوفيق طبعا لرجال كره القدم، ماشيين بخطه ثابته جدا في الموسم الجديد. ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء ويفوزوا في الذهاب والعوده بسكور كبير. كمان بقى خليني اقول لحضراتكم ان شاء الله لو فازوا في مباراه ربع النهائي هيواجهوا الفائز من سان داونز او باترو اتلتيكو. كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. خلونا بقى نروح لناشئين كره القدم. والنهارده فريق 2003 ان شاء الله في الناشئين هيكون عندهم مباراه امام فريق المقاولون العرب. المباراه هتكون الساعه 3 العصر ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني اقول لحضراتكم ان الويك اند ده كان حافل بالانتصارات لفرق الناشئين في النادي الاهلي. وخليني اطلع حضراتكم على النتائج بالتفصيل. يعني مواليد 2006 قدروا يحققوا فوز على فريق كهرباء الشمال بنتيجة 4-0 ضمن منافسات منطقة القاهرة. كمان مواليد 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أيضا فريق 2009 حقق فوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأخيرا فريق 2008 قدر يحقق فوز على فريق الجونة بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 1-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أيضا يعني زي ما قلت سلسلة من الانتصارات. الحقيقة فرق ناشئين النادي الأهلي ماشيين بخطة ثابتة جدا في البطولات هذا الموسم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى جميع الفرق الرياضية يتوجوا بالبطولات. ده على صعيد كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى والبداية مع كرة السلة. سيدات كرة السلة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 88-43. ده بقى ضمن منافسات ختام المرحلة الأولى من بطولة دوري المرتبط. يعني الحقيقة أنه 6 مباريات ب6 فوز بيقدموا أداء كبير جدا في الموسم الجديد. كمان كان عندهم مباراة يوم الجمعة أمام فريق الطيران وقدروا أيضا ينهوها لصالحهم بفرق سكور كبير جدا بنتيجة 99-31. يعني كالعادة بقى ملكات كرة السلة في المقدمة وإن شاء الله بقى يكملوا الموسم بنفس الأداء. كمان بقى نروح للعبة كرة اليد وأبطال أفريقيا. طبعا رجال كرة اليد أيضا بيحققوا فوز يوم الجمعة الماضي، الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري. ده بعد فوزهم على فريق الجزيرة بنتيجة 31-21 ضمن منافسات بطولة الدوري. أيضا حقيقة رجال كرة اليد عاملين موسم كبير جدا حتى الآن، شفناهم طبعا بيتوجوا بالبطولة الإفريقية متصدرين جدول الترتيب في بطولة الدوري. طبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق. كمان خلوني أقول لحضراتكم إن مباراتهم القادمة إن شاء الله هتكون يوم الثلاث أمام فريق البنك الأهلي وإن شاء الله بقى يكملوا في سلسلة الانتصارات. وخلينا بقى نطمح ان هم كمان يعملوا بطولة دوري بدون هزيمة. قادرين الحقيقة رجال كرة اليد شايفينهم بيظهروا بمظهر جيد جدا مع طبعا مستر ديفيد ديفيس، ان شاء الله بقى يكملوا بنفس الاداء. كمان خلوني اقول لحضراتكم ان هيكون عندهم مباريات مهمة جدا في بطولة السوبر جروب او كأس العالم للأندية واللي هتقام ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم. وخلوني كمان اطلع حضراتكم على مواعيد مباريات رجال النادي الاهلي. المباراة الاولى هتكون امام فريق النور السعودي هتكون يوم 7 نوفمبر الساعة 3 العصر، ومباراتهم الثانية بقى هتكون مع بطل اسبانيا طبعا برشلونة الاسباني هتكون يوم الخميس 9 نوفمبر 6 مساء. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وكمان استكمالا الحديث عن كرة اليد، ان شاء الله الاتحاد المصري لكرة اليد النهارده هيعمل قرعة بطولة كأس مصر للرجال والسيدات. طبعا خلوني اذكر حضراتكم ان الرجال وسيدات كرة اليد بالنادي الاهلي هم الحاصلين على اخر نسختين من البطولة. ان شاء الله بقى كمان تكون بطولة جديدة وتضل في جزيرة بالنادي الاهلي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح لرجال كرة السلة واللي طبعا تم تحديد مباراتهم امام الزمالك
الزمالك في السوبر المحلي لكرة السلة. المباراة إن شاء الله هتكون يوم 20 أكتوبر الساعة 7 مساء بالبحرين. إن شاء الله بقى يفوزوا في المباراة عشان يستعيدوا الثقة مرة تانية بعد البطولة العربية. طبعا كل الدعم لرجال كرة السلة، وإن شاء الله بقى يفوزوا بالسوبر المحلي أمام الزمالك. أخيرا بقى خلونا نروح للاعبة المعجزة هنا جودة، الحقيقة اللي بتشرفنا في كل المحافل الدولية والمحلية بعد تتويجها بالميدالية الذهبية من منافسات الزوجي ببطولة الدوحة الدولية تحت 19 عام. حقيقة هنا جودة يعني الكل بيتنبأ لها ان هي ان شاء الله هتكون ليجند او اسطورة في تنس الطاولة، بتحقق انجازات كبيرة جدا، ان هي طبعا سنها صغير بنشوفها بتنافس ناس في اعمار كبيرة جدا وبتفوز عليهم. يعني عايزين نشكرها الحقيقة ان هي دايما بتشرف مصر والنادي الاهلي في جميع المحافل الدولية، وطبعا بنبارك لها. يعني دي اخبار الفرق الرياضية. كمان بقى يا فاروق يعني هوند خلوني اطلعكم على الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. اعضاء متواجدين في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 25، وخليني اقول لكم انه في انخفاض ملحوظ طبعا في درجات الحرارة. في حالة بقى من الطاقة الايجابية كل الاعضاء تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني دي ابرز اخبارنا يا فاروق ويا هوند، طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات. وعايز اقول لك يا فاروق انك اكيد منور 10 الصبح في الاهلي، والان العودة ليكم مرة اخرى في الاستوديو.